بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 20 مفتاحا للبركة. البركة، ما معنى البركة؟ عندما نقول عيدكم مبارك، مبارك عليكم الشهر، الله يبارك فيكم، إيش معنى الكلام هذا كله؟ إيش يعني بركة؟ البركة هي الزيادة والنماء، أليس كذلك؟ ولذلك 20 مفتاحا للبركة العائلية، هناك مفاتيح علمنا إياها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. لو استطعنا أن نأخذ هذه المفاتيح ونفتح فيها بيوتنا لبارك الله تبارك وتعالى في بيوتنا، لبارك في الزوجات، والله يبارك في الأزواج، ويبارك في الأولاد، ويبارك في الصحة، ويبارك في الوقت، ويبارك في المال. وهذا مفهوم عظيم جدا، لعل الغرب يفتقر إلى مثل هذه المفاهيم. في الغرب النظرية الحسابية 1+1=2، نحن في الإسلام لا، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. نحن عندنا مفهوم اسمه البركة، ولذلك الله تبارك وتعالى يبارك في العائلة. المدينة المنورة ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مدينة مباركة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا مكة. قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. القدس، قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. القرآن مبارك في اتباع أحكامه، في كيفية نزوله. القرآن في عدد صفحاته مبارك. يعني في عندكم دستور في العالم كله بهذا الشكل؟ في مرة شفتوا دستور؟ في واحد أمريكي أسلم أنا أعرفه، تعرفون ما هي قصة إسلامه؟ سأل مرة عن آيات الإرث، فالشيخ قال له إحنا آيات الإرث، نظام المواريث عندنا في القرآن الكريم في 10 آيات. هذا الأمريكي ما صدق، قال له مستحيل، فقرأ عليه 10 آيات، وإذا بال10 آيات فيها تفصيل التفصيل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأنه نظام الإرث عندهم في 10 مجلدات، والقرآن كتاب معجز ب10 آيات. ففيه بركة بكلماته، في بركة بحروفه، في بركة بكل شيء. ما تعرفون قصة هذا الصيني اللي أسلم؟ أنا ما قلت لكم إياها؟ طيب، هذه تذكر من باب الطرف، ويقال أنها حقيقة، والعهدة على الراوي. هذا واحد متحمس داعية راح الصين، فبدأ يتكلم في الإسلام وكذا، فجاء له واحد صيني في المحاضرة، قال له: أقول لك، هذا القرآن اللي تتكلم عنه هو من الله؟ فقال داعية، قال: نعم من الله. قال له: هذا كل شيء فيه، كل شيء فيه. فذاك تعرفون من باب الحماس إنه الإسلام هو كل شيء يعني، فقال: القرآن كل شيء فيه. كان يقول له الصيني: طيب، ممكن تستخرج اسمي من القرآن؟ هذاك تعرفون يعني بعد، يعني ما يصير الإسلام لازم هو الصح، ما يصير الإسلام غلط. وحماس، قال له: إيش اسمك؟ قال له الصيني: أنا اسمي كوكا. قال له: كوكا؟ كوكا في بالقرآن كوكا؟ القرآن بركة. قال له: وين كوكا؟ قال له: أنت ما قريت وترى كوكا قائمة؟ طبعاً الصيني هذا أسلم. عاد كيف هو صح غلط، المهم أسلم مكسب. فالقرآن إذن آيات مباركة، أحكام مباركة، القرآن كله بركة. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين،
ويتسع بأهله ويكثر خيره. يعني عندنا أربع منافع في قراءة القرآن داخل البيت، كل هذه بركة. الملائكة تحضر، الشياطين تذهب، يتسع بأهله، حتى لو ضيق البيت يتسع بأهله من بركة القرآن، ويكثر الخير فيه. المفتاح الثاني بعد القرآن التقوى والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وليس من السماء فقط، والأرض، لكن نحتاج إيمان وتقوى فقط، لا نريد شيء ثاني. بالإيمان والتقوى رب العالمين يبارك لنا في أعمالنا، في صحتنا، في أموالنا، في علاقاتنا، في عائلتنا، في تربية أبنائنا. تأتي البركة من الإيمان ومن التقوى، وهذا لا أريد أن أفصل فيه لأنه أغلبكم ما شاء الله يعني عنده بيان وتفصيل في هذا، لكن أذكر لكم قصة في الإيمان والتقوى، قصة جميلة جدا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عنده 8 أولاد، وتعرفون عمر، سأله الناس وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ إيش خلفت لهم؟ قال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على المعصية. هذا من؟ عمر بن عبد العزيز. نشوف البطل الثاني من هو؟ عمر بن عبد العزيز خلف لأبنائه 12 درهم فقط، هذه التركة. البطل الثاني هشام بن عبد الملك، هم كلهم خلفاء، يعني عمر بن عبد العزيز خليفة وهشام بن عبد الملك خليفة. هشام بن عبد الملك خلف، ترك من الإرث لكل ابن من أبنائه 100,000 دينار، تمام، وقصور ودور تم توزيعها للأبناء. بعد مرور 20 سنة على وفاة عمر ووفاة هشام، انظروا ماذا حصل. بعد 20 سنة أصبح أبناء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجهزون الخيول من أموالهم الخاصة في سبيل الله، ينفقون ويتصدقون ويجهزون الجيوش من أموالهم الخاصة، أبناء عمر بن عبد العزيز. أما أبناء هشام بن عبد الملك فقد كانوا يقفون في مسجد دار السلام في عهد أبي جعفر المنصور يسألون عباد الله من مال الله. الله، شو، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات وما ذلك على الله بعزيز. المفتاح الثالث الدعاء. ما الذي يجلب لنا البركة؟ الدعاء، ندعو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتزوج، ماذا يقول له؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. دعاء، دعاء. ولذلك عندما يدعو ربما تكون في ساعة إجابة. هذا ابن حجر في الفتح عنده قصة جميلة، يقول في يوم من الأيام كان في واحد راكب في السفينة وداخل البحر يصطاد سمك. أنتوا هني ما تصطادون سمك صح؟ من وين تجيبون السمك؟ من الحديدة. طيب سووا بحيرة صناعية، مو مشكلة، ترى السمك طيب. فالسفينة داخل البحر وقاعد يصطاد سمك صاحبنا، سمع واحد يعطس على الشاطئ، يعطس، فلما عطس على الشاطئ قال الحمد لله،
فراح أخونا هذا رجع في السفينة، رجع إلى الشاطئ، كان يقول له يرحمك الله. هذه يرويها ابن حجر بالفتح. فقال له العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. راح رجع صاحبنا داخل البحر يكمل صيد السمك، معاه واحد في السفينة المركب، قال له يا فلان حنا الآن مستمتعين قاعد نصيد هالسمك، الله يهديك ترجعنا على الشاطئ حتى تشمت هذا العاطس. هو عطس وقال الحمد لله يكفي خلاص. قال له وما يدريك لعلها تكون ساعة إجابة. هذا العاطس لما قال الحمد لله ما رجع قال يرحمك الله، ماذا قال العاطس؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، أنتم الآن كلكم في الدنيا ماذا تريدون غير إصلاح البال والهداية؟ إيش تحتاجون أنتم غير إصلاح البال والهداية؟ إيش تحتاجون؟ فقال ما تدري، يمكن هذا إنسان صالح ولي، ما تعرف، يمكن ساعة إجابة. بعد ما عطس قال يهديكم الله ويصلح بالكم، الله استجاب هذا الدعاء، فالحمد لله احنا نصيد سمك والله يكتب لنا الاستجابة. فالدعاء إذن دعاء مهم جدا، ولذلك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير. وكذلك الدعاء لمن أطعمنا، يعني إذا احنا انعزمنا على الغداء ولا على العشاء ايش نقول حق الاستضافة؟ ايش نقول له؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أي ندعو لهم بالزيادة والنماء. طيب المفتاح الرابع، المفتاح الرابع بسم الله. بسم الله هو المفتاح الرابع. إذا دخل الواحد داخل المنزل ماذا يقول؟ بسم الله، ثم يقول دعاء دخول المنزل فيتجنب الشيطان عن طريقه. إذن هذه بركة، أليس كذلك؟ وعند الطعام إذا أكل الطعام ماذا يقول؟ بسم الله، حتى الله يبارك له في طعامه. وكل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، صح ولا لا؟ مقطوع. بل إنه لو تناصف الطعام، يعني أنت مثلاً أكلت ونسيت تقول بسم الله وتناصفت الطعام ثم قلت بسم الله أولا وآخرا، ماذا يفعل الشيطان؟ ها؟ يتقيأ، صح. في واحد مشاكس، أقول لكم قصته، حب يشاكس الشيطان يوم من الأيام. في ناس هكذا يعني فاضين قاعدين ما في شغل، خليهم يستانسون. هو يعرف إذا الإنسان أكل ولم يسمي الشيطان يأكل معه، فراح وضع الوجبة، وضع ملح كثير على الوجبة، ملح 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 مليانة ملح، ولم يقل بسم الله فأكلها. من أكل معه؟ شيطان. ثم قال بسم الله وشرب الماء. فلما سئل قال بس أنا بخلي شيطاني عطشان بأذيه، هبه عطشه وأكل الوجبة بالملح ولا شرب ماء، والله لو يموت ما شرب ماء، وكل ما أبي أشرب ماء أقول بسم الله وأشرب. عالم فاضية يزاه الله خير، مبدع، هذا إبداع، هذا إبداع. عند الذبح لما نذبح الذبيحة عندما نقول بسم الله أصبحت حلال. عند الجماع بين الزوج وزوجته إذا ذكر اسم الله عز وجل جاء هذا الطفل مبارك. مثل مرة واحد كان عازمني عنده في البيت، وابنه عمره 5 سنين يقفز وينقز ويطلع ويمشي وكذا، جاي من وراي وسحب القطرة اللي ورا نزلها، ما أعرف إيش كان موجود، مي وراح كتة على ملابسي، ما يعني بهذلني، والله بهذلني، أنا كنت عنده تبهذلت يعني، وأنا تعرف يعني من باب المجاملة لا بسيطة وكذا، وأنا من داخل قلبي يغلي، بس شو أسوي يعني؟ بعد واحد مستضيفني في بيته أقول له ابنك شيطان وأكله وجبة من غير ملح. المهم يو يعني صراحة ما تركنا دقيقتين على بعض، قلت له يا أبو فلان، قال نعم، قلت له هذا إيش فيه ولدك عسى ما شر،
قال يا أخي هذا الوحيد اللي نسيت أسمي عليه. فصار عنده مقارنة، هل يأتي يبر والده ويترك يستقيل من عمله، أم أنه يستمر في عمله من أجل الراتب والدخل؟ المهم فاتخذ قرار هذا الرجل أنه يستقيل من العمل، ومنصبه عالي، جاي مكة ما حصل شغل فقال خلاص أشتغل سواق تاكسي. يقول لي هذا سايق التاكسي، والله يا أبو محمد، والله ثم والله، إن الدخل اللي أنا أدخله من التاكسي 5 أضعاف الراتب اللي أنا كنت أخذه في تبوك، مع أن سواقين التاكسي اللي حوالي زملائي وأصدقائي مو كلهم يدخلون الدخل اللي أنا أدخله. فقلت له عاد أنا المفتاح الخامس بر الوالدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. شوف حديث خطير، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار 3 يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. المفتاح اللي بعده 6 المال الحلال. المال الحلال رب العالمين يبارك لك فيه، والحرام يأتي للإنسان. يعني أنا عندي قصة واقعية أقول لكم إياها، رجل، هي قصة طلاق، أنا عشتها هذه القصة عندما كانت قصة طلاق، علاقة زوجية مدتها 15 سنة من أحسن ما يكون. هذا الزوج حدثته نفسه وهو في منصب عالي في الدولة، في دولة من الدول، أن يأخذ مبلغ من المال وهو لا يستحق هذا المبلغ، لكن بطريقة ما من تحت الطاولة. فلما أخذ هذا المبلغ الكبير من الدولة بطريقة ذكية، جاء لزوجته وقال لها: ايش رايك هذا مبلغ أنا كسبته؟ طبعا ما قال لها أنا أخذته بطريقة غير مشروعة، لكن أنا كسبته وأنا حاب أسافر أنا معاك نتجول في العالم مدة شهر. الزوجة استأنست بعد وفرحت، يا الله من فضله، شهر كامل، أول مرة زوجي يكلمني بهاللغة، وما تدري إن أخونا مختلس المال. والله يقول لي هذا الرجل، يقول لي: يا أبو محمد، شهر كامل كل يوم أختلف مع زوجتي. يقول: والله صار لي 15 سنة ما عمري اختلفت معاها، كل يوم اختلف معاها، وعندي مشكلة معاها في السفرة، وآخرها وإحنا راجعين طلقتها بالطيارة، فأنا جاي حتى أثبت هذه الطلقة. فشوف المال الحرام سبحان الله، ما الله يبارك فيه. ولذلك يعني الإنسان يعيش على درهم حلال ولا على مليون حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر. الحديث تعرفونه، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ما يستجيب لرب العالمين، كله حرام على حرام، يمشي بالحرام. نسأل الله العافية، ونسأل الله يحفظنا ويحفظ أبنائنا إن شاء الله. 7 السابع حسن التوكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلاص بعد انتهى الموضوع، وكل أمرك لله انتهى. أبدا وكل أمرك لله. مرة صارت لي قصة أقول لكم إياها، كنت طاير من جدة رايح على دبي، عندي حلقة على الهواء مباشرة، فأنا موقت الطيران بحيث أصل قبل البرنامج ب3 ساعات حتى نجهز حق البرنامج على الهواء، الحلقة بيوت سعيدة على الهواء. الطيارة في جدة تأخرت 1.5 ساعة، كم باقي لي؟ 1.5 ساعة، أنا مرتاح 1.5 ساعة في مجال. طارت الطائرة، يوم تناصفنا الطريق
كان يقول الكابتن في ظرف طارئ لازم ننزل في مطار البحرين. أنا من الداخل استويت، برنامج على الهواء، فطلبت من المضيف، قلت له ممكن أكلم الكابتن؟ قال ليش؟ قلت له بكلمه، خليني أدخل أكلمه شوي. راح استأذن من الكابتن، قال له في واحد اسمه جاسم طوع الله يهديه موجود معنا في الطائرة يبي يكلمك. قال له خليه يتفضل. دخلت على الكابتن، قلت له يا كابتن الله يرضى عليك، أنا عندي برنامج على الهواء والله في دبي، ما ممكن تودي الطيارة دبي هكذا يعني؟ كان يقول لي أبدا، هذا ظرف طارئ ولا بد ننزل، ثم ليس كذلك، تنزلون من الطائرة وتغيرون طائرة ثانية ولا نعرف الطائرة الثانية متى ستطير. أنا خلاص، أنا بعد في السماء الحين، انتهى، أنا في السماء بعد ما بيدنا شيء. كاتبة وفوضوا أمري إلى الله، يلا الناس عليهم العوض اليوم، ما في حلقة على الهواء، خلاص فوت أمري إلا. نزلت الطائرة مطار البحرين والركام قاعدين ينزلون، كان أدخل على الكابتن مرة ثانية، قلت له يعني ما في بصيص أمل إحنا نازل؟ أنا أقول خلي أسوي اتصالات، كلفونا إحنا الطائرة هذه كلفونها بعد ساعتين تطير إلى دبي، خلي أسوي اتصالات. قلت له الله يرضى عليك والله سوي اتصالات، فبدأ يسوي اتصالاته، كان يقول الحمد لله فرجت، راح نطلع بعد نص ساعة، راح نطلع بعد نص ساعة، يعني أنا سأصل قبل البرنامج بربع ساعة. والحمد لله طارت الطائرة ووصلت قبل البرنامج بعشر دقائق، من المطار إلى البرنامج إلى الاستوديو فيها ربع ساعة 20 دقيقة. فرحت اتصلت أنا في المخرج، أنا حين وصلت دبي باقي على الحلقة 10 دقائق، رحت كلمت المخرج قلت له شوف ابدأ، وطلع هذه مات البيوت السعيدة مش عارف إيش، وبعد ما يخلصون البيتين يرقصون هذول زين، بعد ما ترقص لي إياهم اعمل دعايات أساس أن المشاهد يعني يكون أكو فاصل إعلاني يعني، وما عمرها صارت، بس قلت له سوها توكل على الله ربك يسهل. قلت له شوف إذا تأخرت، أنا عندي تعليمات من إيطاليا، لأن إحنا البث عندنا من روما، عندي تعليمات من إيطاليا إذا تأخرت دقيقة واحدة البرنامج خلاص يلغى. أنت قلت له توكل على الله، روح ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله سواها. طبعا بدأ البرنامج على الهواء، أنا واصل تحت العمارة تحت الاستوديو يعني، بدأت الحلقة عشان ينزل الإعلانات، فالحين الناس كلها معتقدة أن أنا في الاستوديو أنا وأنا كنت بالطريق. المهم طلعت، طبعا دخلت بسرعة، حطيت الميكروفون ما أعرف كيف دخلته، القطرة طايرة كذي ما أدري شلون صاير شكلها، يعني كانت حلقة بهذلة بس حلوة. وبديت طبعا طلعت على الناس شوي شوي، وأول حلقة فتحت مكالمات من أول 10 دقائق، أنا ما أفتح العادة من أول 10 دقائق، بس فتحت من أول 10 دقائق عشان أصلح أشياء تحت الطاولة كانت موجودة ما كان عندي وقت إني أصلحها. لكن في الأخير حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت، خلاص حصلت. فإذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مرة شيء بالذيوك، كان مرة كنت على الهواء مباشرة، مستضيف شيخ شوي كبير في السن، واحدة متصلة فيني ما أدري من وين، من دولة، فأنا معاها أسمع شخير، واحد نايم، وأنا تعرف أثناء الحلقة في عندي أكثر من سماعة، فأنا ظنيت أن المخرج نام يعني بأذوني هني، فوهي قاعد تكلمني الأخت هذه، فشفت التفت ولا الضيف اللي أنا مستضيفة نايم كذا وقاعد يشخر، وهذه الأخت متحمسة عندها مشكلة عائلية وقاعدة بتسأل الضيف، وأنا معاها إيه نعم يا أختي، نعم نعم تفضلي تفضلي. الحين المخرج بدأ يكلمني كان يقول لي ترى صاحبك نام، وأنا قاعد أسمع إيش أسوي يعني هذا نايم إيش أسوي الحين. فأنا أقول لكم يعني أحيانا يمر الإنسان في مآزق ما يعرف كيف الخروج منها، لكن فوض أمرك لله خلاص انتهى. يعني مثل أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار،
قال وما ظنك باثنين؟ الله وثلاثهما. انتهى الموضوع خلاص، المعية مع الله. هو يسلك أمورك، يسلك أمورك فعلا. موسى عليه السلام أمام البحر ووراء الجند، والله إيش الحل؟ إيش الحل؟ رب العالمين يسلك أموره على طول، لأن المعية. فقط الإنسان يستشعر معية الله ويتوكل على الله انتهى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أليس كذلك؟ نعم. أي قصة؟ اللي نايم. أوه والله نسيت أنا القصة يا أهلي. هذا الشيخ اللي نايم إيش سويت؟ فأنا طبعا قاعد أكلم الأخت هذه، فرحت لفيت الكرسي شوي من غير ما هي تشعر، ومديت رجلي من تحت طاولة وضربته. أي والله ضربته ضربة قوية، وأنا أقولها إيه نعم والله يا أخي مشكلة كبيرة يا أختي والله العظيم، وأنا أقول مشكلة كبيرة على اللي أنا فيه مو على اللي هي فيه، مسكينة مي عارفة إيش الموضوع. وهذا الدكتور اللي مستضيف أنا اللي نام، الدكتور طبعا تخيل يعني بشكل هذا، وراح قفز قفزة. فقال كذي طبعا، أنا قلت له دكتورنا الأخت سؤالها حقيقة مهم جدا، أنا عارفه ما سمع السؤال بس إيش سوي له والله عليك. فقلت له لكن أنا أحاول ألخص لك السؤال، طبعا لخصت السؤال وجاوب، ما أعرف جاوب في آداب النوم ولا جاوب في جسمه. المهم المفتاح الثامن، الصباح الباكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. طبعا طبعا ساعة تصرفها بعد الفجر تساوي 1000 ساعة طول النهار، وجربوها. أحد الصحابة سمع هذا الحديث، فلما سمع هذا الحديث اسمه صخر الغامدي هو، فعزم على أن لا يتجر يعني لا يمارس التجارة إلا بعد الفجر مباشرة، فالله عز وجل أغناه ووسع خيره. فقال صخر يقول بعد عمر طويل، قال والله فتحققت لي البركة ولو كنت في صحراء قاحلة ورفعت حجر من الأرض لأخرج الله لي من تحتها ذهبا. شوف من كثر ما الله بارك لها، صفقات تجارية صفقة وراء صفقة صفقة وراء صفقة، أصبح خلاص عمله كله مبارك، لأنه دائما يبدأ عمله من الصباح الباكر. المفتاح تاسع، ما شاء الله عليكم، لا تمام اليوم. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، البركة بالشكر والبركة بالحمد. ولهذا قليل من عبادي الشكور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة هم الحمادون، والحماد على وزن فعال، أليس كذلك؟ يعني كثير الحمد والشكر، تحمد الله على كل نعمة. فإذن الحمد والشكر هو المفتاح التاسع. المفتاح العاشر السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، ما في داعي نشرحها هذا، أنت كلكم ما شاء الله خبراء. الميدالية الـ 11 تكلمنا عنها بالأمس، تذكرون ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مباركة ليلة القدر. المفتاح رقم 12 الصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فحتى احنا في بيوتنا نربي أبنائنا أنهم بالنسبة لهم إذا جاءتهم ليلة القدر فهذه ليلة احتفال، نحييها في الأبناء، نضع عند الأبناء حصالة مثلا كل يوم نقول له تصدق، وليس بالضرورة الصدقة بالمال، ندرب أبنائنا على الصدقة بالكلمة الطيبة، نعلم أبنائنا على الصدقة بالابتسامة، نعمل برنامج نمسك الولد نقول له ابتسم للجميع، يلا ابتسم 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 ابتسم. فالآن كل من يشاهد الطفل يأخذ أجر. يعني أنتم الحين كم عددكم؟ ما شاء الله بسم الله، والله يزيدكم فيكم بركة، ابتسموا أخذتوا أجر، اشتبهم بعد. شوف الابتسامة صدقة، صح ولا لا؟ فندرب أطفالنا على الصدقة بشتى أنواعها، من الصدقة المالية إلى الصدقة العملية والسلوكية.
ولذلك الصدقة هي من مفاتيح البركة. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وهذه بالتجربة سبحان الله. وأكيد أنتم عندكم الآن قصص كثيرة كثيرة في هذا المجال. أنا عندي قصة أقول لكم إياها في هذا الشأن. عندنا تاجر في الكويت كبير في السن، أرسل ابنه وعنده محلات تجارية ضخمة يبيع الإلكترونيات والسيارات والأجهزة، فأرسل ابنه إلى إحدى الدول الأوروبية حتى يتعلم اقتصاد وتجارة وإدارة أعمال. فذهب الابن وتخرج، فلما جاء رجع إلى البلد قال له: تعال يا ابني، أنت الآن تستلم هذه الشركة من بعدي، تعال أدربك أدربك. هذا الولد لاحظ في والده ملاحظة غريبة، وهذا الرجل عندنا في البلد معروف في التبرعات، معروف اسمه، مشهور في التبرعات، ما يرد شخص أبداً. فهذا الولد اللي دارس برا في الخارج وراجع كل يوم يشوف كتاب داخل الشركة طلب تبرع، ودائماً يشوف والده وإيش يوقع؟ موافق لا مانع. فيوم يشوف سيارة طالعة تبرع، يوم يشوف لك ثلاجة طالعة، يوم يشوف لك غسالة، يوم يشوف لك أجهزة كهربائية، وهكذا. فهذا الولد جاء للأب قال له: يا بابا ما يصير ما يصير، كل يوم كل يوم ما تعرف تقول لا، قل لا. قال له: يا ابني، هذا الخير اللي انت قاعد تعيش عليه واللي خواتك عايشين فيه وعائلتك عايشين عليه هو من بركة الصدقة. قال له: يا أيوب، أشوف أنا بركة ما بركة هذه اللي تقولها، أنا هذه ما أعرفها. حنا درسونا في الاقتصاد في التجارة: الداخل ربح والخارج خسارة، معادلة رياضية ما تحتاج ذكاء هذه. وانت يا بابا كل يوم خارجه خارجه كل يوم خارجه كل يوم خارجه خسارة. قال له: يا ابني، هذه البركة اللي ما درسوك إياها في الغرب أنا أعلمك إياها. والأب هذا على فكرة ما هو متعلم، رجل بسيط متواضع من أهل البحر، ها نأخذ بحري، وعنده شوية أغنام في البر يرعى الأغنام أحيانا. قال له: يا ولدي، بس خليكم أنتوا مركزين معاي. طيب ركزوا. قال له: يا ولدي، أنت اللي تعرف الأغنام، النعجة مثلا لما تحمل وتجيب أولاد، الغنم في الغالب كم ولد يأتي؟ الغالب المشاع في الأغنام كم ولد؟ واحد، ولا أنتم مو أهل غنم؟ واحد صح؟ وأحيانا يجيب اثنين، لكن المشهور واحد. فقال للولد، قال له: يا أيوب، الأغنام تيجي بواحد. قال له: طيب يا ابني، تكرم الكلبة، الكلبة كم تجيب في بطنها؟ الكلبة لما تولد كم تجيب من الكلاب الصغار؟ 7 8 9، أصلاً ما تعرف أقل من 5، هي أقل من 5 ما تعرف. الحين هذا الولد مو فاهم إيش علاقة هو قاعد يتكلم في التجارة وفي البزنس وأنت تكلمني في أغنام وكلاب وكذا، إيش دخل الموضوع بموضوع يعني. قال له: يا ابني، الأغنام تجيب على 1 والكلاب تجيب على 7، صح ولا لا؟ قال له: صح. قال له: يا ابني، الناس تأكل لحم كلاب ولا لحم أغنام أكثر؟ قال له: لحم أغنام. قال له: يا ابني، وانت تشوف في عينك في الدنيا الأغنام أكثر ولا الكلاب؟ قال له: يبقى الأغنام. قال له: يا ابني ما تفهمني، أنا أريد أن أفهم، وين الدكاترة يدرسوك الاقتصاد هذول؟ أنا أريد أن أفهم، الاستهلاك في الأغنام أكثر والإنتاج في الكلاب أكثر، كيف؟
واحنا نشوف في عيننا الاغنام اكثر والكلاب اقل. هذه البركه اللي ما درستها ولا تعرفها، روح تبرع، روح تصدق، الله يوفقك ان شاء الله. روح روح روح. شايفين الله؟ هو طبعا يتكلم بالبساطه على الفطره، لكن كلام بروفيسور. يعني المفتاح رقم 13. المفتاح رقم 13 امهال المعسر. ايش يعني امهال المعسر؟ بس ممتاز. يلا 14 ما دام عارفينها خلاص ما في داعي نشرح. ها هذا خطيب الجمعه، زين، عند المصلين دائما ينتقدون الامام الخطيب انه دائما يطيل خطبه الجمعه، دائما يطيل. فراحوا كبار السن في المسجد وفنشوه، كلموا وزارة الأوقاف، راحوا أخذوا الخطيب فقالوا حق وزير الأوقاف: شوف تجيب لنا خطيب خطبته دقيقتين بس، ما نبغى زيادة. قال لهم حاضر. راح جاب إمام مسجد قال له: شوف الله يرضى عليك، الخطبة الأولى دقيقة ونصف والخطبة الثانية نصف دقيقة، اللي يبغى يصلي يصلي، ما يبغى يصلي يمشي. قال له خير. فراح الإمام في الخطبة الأولى على توصيات الجماعة، حتى يعني إن كبار في السن ويبون بسرعة خطبة الجمعة، يبونها بسرعة. فقال لهم يعني في نبي من الأنبياء اسمه موسى عليه السلام، والحمد لله يعني أمه رمته في البحر، وبعدين يعني الله كبر ونصر على العبد الطاغية فرعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة. صلوا، فالناس استانست، خطيب ممتاز، خطيب بدقيقتين جيدة. فقال لهم: كإيش رأيكم بالخطبة؟ قالوا: والله روعة. قال لهم: طيب إيش رأيكم الأسبوع القادم سنتكلم عن قصة نوح عليه السلام، موافقين؟ قالوا: موافقين. قال: أقول لكم تعرفونها؟ قالوا: نعم. قال: لا حد يجي المسجد هاي ما في صلاة، مدام تعرفونها ما. فأنا أقول لك أعسار المو هذا، مدام تعرفونها ما في داعي نشرح، صح ولا لا؟ إمهال المعسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً ممن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض نفسه، فقال له: ما هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قال له: انظر. قال: فما أعلم شيئاً غير أني كنت أبايع الناس وأحارفهم. يعني إيش أسوي فيهم؟ اللي ما عنده فلوس بسيطة، خيرك واصل، ها؟ فأنظر المعسر، يعني أمهل وأتجاوز عن الموسر، فأدخله الله الجنة. شوف البركة. المفتاح اللي بعدها: ماء زمزم. وزمزم لما شرب له. خلاص انتوا خو ما شاء الله عليكم، بعد ما في داعي، ها؟ ما في داعي نشرح. أعرف واحدة اسمها فاطمة، تعرفت عليها في إسبانيا، كانت عندي محاضرة في إسبانيا وهي من ضمن الحضور. فبعد المحاضرة تعرفت عليها، واللي عرفني عليها زوجها، هي إسبانية ودخلت في الإسلام وداعية، وزوجها عربي ما كان لا يصلي ولا يصوم، كانت هداية زوجها على يده. سبحان الله، قصة عجيبة. هذه فاطمة جاءها المرض، الورم الخبيث في العين، فذهبت. وأسبانيا معروفة في طب العيون، يعني لعلكم تعرفون أنتم، من الدول الجيدة في طب العيون. فذهبت إلى الطبيب فقال: لابد من عملية جراحية حتى نأخذ هذا الورم. وفعلا عملت هذه العملية. أنا أقول لكم هذه القصة على السريع يعني. فعملت هذه العملية فأعطاها دواء، قال لها: شوفي يا فاطمة، 3 أسابيع تمكثين في البيت وتتناولين هذه القطرة، لأنه بعد العملية يكون نوع من الجروح، فلا يلتئم الجرح إلا بهذا الدواء، وهو دواء خاص. قالت له: خير إن شاء الله. راحت البيت، تعرفون هي مسلمة ويعني ما شاء الله داعية وفيها حماس وإيمان وتقوى، فقالت حق زوجها: والله ربك واحد، أنا عندي ماي زمزم، أبغى أخذ ماي زمزم هذا وأقطر في عيني كل يوم. قال لها: يا فاطمة، إيش تعملين أنت؟ هذه عملية الورم الخبيث، ما هو لعب. ثم احنا ذهبنا إلى أفضل مستشفى وأكبر دكتور، يعني أنت العملية كلها راح تنسفينها نسف. قالت: والله ربك واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب. وهذه أنا شفتها رؤيا العين، هذه لم يخبرني بها أحد ولم يكلمني فيها أحد، أنا تحدثت معها شخصيا. ويوميا تتناول قطرة من ماء زمزم. عندها كل أسبوع مراجعة. فالأسبوع الأول ذهبت، عملت لها أشعة،
راح مسكها الطبيب، قال لها: أنت كم مرة كنت تقطرين؟ قالت له: ولا مرة. قال لها: والله رأيت شيئا عجبا. قالت: كيف؟ إيش شفت؟ وجيب الأشعة. والأشعة شفتها أنا عندها، لم يبقى أثر من العملية، وما في أحد في العالم عمل العملية إلا ويزول الأثر بعد 21 يوم. فقال لها: أخبريني. فقالت: إيش أخبرك؟ أخبرك في شيء أنت لا تفهمه. ما في حماس مثل كوكا هذا، وأحياناً ينفع. قال لها: إيش اللي عندك؟ قالت: هذا ماي زمزم. أنت ما تعرف شنو ماي زمزم؟ قال: لا والله ما شيء، شو زمزم موتر، شنو هذا ماي زمزم؟ راحت جابت لها عينة ودخلها في المختبرات عندها يعمل عليها فحوصات، مو مصدق. فزمزم لما شرب له؟ لماذا أنت تشرب زمزم؟ تريد الله يرزقك مال؟ الله يرزقك مال. تريد الله يجعلك سمين؟ بسم الله ما شاء الله، الله يسمنك. إيش تبغى من ماي زمزم؟ تريد زوجة صالحة؟ اشرب وقول: يا الله ارزقني زوجة صالحة، شوفها قدامك على طول. شوف يرفع ايده. يلا الله يوفقك ان شاء الله. انت ما تعرف قصة؟ لا هذه بيني وبينك بعدين. 15، مفتاح رقم 15، الاجتماع على الطعام. وهذه من العادات الجميلة التي لفتت نظري في اليمن. انا امس كنت معزوم على الغداء في منزل في اليمن هنا في صنعاء، واليوم انعزمت على الغداء كذلك في بيت. في شيء أنا لاحظته في البيتين، وهي من الأشياء التي نفتقرها نحن في بلادنا والله، وهي أن الجميع يأكل من صحن واحد. هذه جميلة ونعمة من نعم الله عز وجل عليكم والله، والله نعمة من نعم الله عليكم، أن كل العائلة تأكل من صحن واحد. يعني فيها رمز للتعاون، للوحدة، للاستقرار، للألفة، للذوق المشترك. ترى هذه نقطة جميلة جدا. أنا هذه لاحظتها في المغرب عندما دعيت هناك، وألاحظها الآن في اليمن. فعسى الله عز وجل يتمم عليكم هذه النعمة، لأنه لما يكون الأكل موجود وكل واحد يأخذ في صحنه الخاص، كأنه شيء في استقلالية، يعني تعرفون، يعني كأنه كل واحد دولة، كل واحد مجتمع، كل واحد دار. أنتم لا، هذه الجمعة جمعة طيبة مباركة، ثم بركة الطعام في آخره، فالكل يأكل إلى أن ينتهي، تنتهي القصعة، وهذا شيء طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في 3: الجماعات والثريد والسحور. الثريد يعني الطعام، نوع من أنواع الطعام. كلوا جميعا ولا تفرقوا، هذا حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. المفتاح رقم 16. طيب، الصدق في البيع. هذا الذي يبيع ويشتري، كلما كان صادق كلما بارك الله تبارك وتعالى في ماله وفي السلعة. وهناك حقيقة يعني قصص كثيرة في هذا المجال، لكن الوقت ضيق. 17، وين اللي مساع رفع ايده يدعو؟ من البركة، مفاتيح البركة، الزواج. نعم، زواج فعلا، وهذه بالتجربة مشاهدة. الله عز وجل يفتح على الرجل ويزيد من رزقه وخيره بالزواج، ويمكن أكثركم حقيقة قد جرب هذا، وأنا واحد منهم حقيقة. الزواج بركة، ولذلك أحد العلماء لما توفيت زوجته جلس يبكي على قبرها، يبكي بكاء حار. فواحد من طلبة العلم استغرب، يعني كيف شيخنا وقدوتنا ويبكي على امرأة الله يهديه؟ يعني عنده هالعقلية هذه ما في يعني. فقال له: يا شيخ كيف تبكي على زوجتك هذا البكاء الحار؟ قال: والله أبكي على من كانت سبب في رحمة الله لي، إذا كان الله يرحمني فيرحمني بسببها، فرحمة الله تنزل على الضعفاء، المرأة والطفل، والرزق يجلب مع المرأة، سبحان الله، فهي مفتاح بركة. مفتاح 18، بركة العيدين. النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم عطية، تقول: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض،
فيكن خلف الناس فيكبرون تكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. فالأعياد فيها بركة، وأعياد المسلمين فيها تميز، والمراد بالبركة هنا التطهير من الذنوب. المفتاح 19 زيت، زيت إيش؟ أيوة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيت الشجرة المباركة، والزيوت فيها بركة خاصة إذا كانت من أرض مباركة. المفتاح رقم 20 ونختم فيه، وهو الشراكة والجماعة، يعني الجمعة الآن فيها بركة. ربما حضر شخص هنا، يعني يمكن اليوم ما عنده شغل، وقال يلا خل نروح نتسلى، شوف ايش عنده، هذا جاسم طوع جاي من الكويت، وشوف ايش عنده، وجلس. ففي أمامي مجلس علم إلا وتحفه الملائكة، ليس كذلك؟ فإذا انتهى قامت إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر للحضور جميعا، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل المغفرة. فيقولون الملائكة: ولكن فيهم فلان حضر ولم ينوي طلب علم أصلا، ما هو ناوي. في بعض الروايات: ففيهم فابدأ، يعني خلي يأخذ هو أول واحد المغفرة هذا، لأنه خلاص مع الجمعة، فالجماعة رحمة والجماعة بركة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أسرنا وفي بيوتنا وفي أهلنا ومالنا، ونسأل الله عز وجل يعني أن يبارك لكم، وتكونون كلكم من أهل البركة، مباركين في كلماتكم وفي خطواتكم. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.